توقفنا في هذا الكتاب وهو علم أصول الفقه عند الحكم التكليفي، وذكرنا أن الحكم الشرعي وهو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين من اقتضاء أو تخيير أو وضع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل المكلف من طلب فعل أو تركه أو تخيير، هذا ذكرناه، لكننا لم نعرف الحكم التكليفي. الحكم الوضعي، الحكم الوضعي هو خطاب الله تبارك وتعالى بنصب الأسباب كالزوال والشروط كالحول والموانع كالحيض، يعني ينصب أمارات للحكم الشرعي. قسمنا الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي القسمة المشهورة عند جمهور الأصوليين. نعم هناك زيادات، فقلنا الحكم التكليفي ينقسم إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، هذه القسمة عند الجمهور. ثم بعد ذلك تأتي قسمة في تفاريع المذاهب، وعرفنا الواجب بتعريفه بالثمرة وبالحد، وقلنا التعريف بالثمرة يعني ماذا أستفيد أو ماذا يثمر لي فعل الواجب، وماذا يثمر فعل المستحب، وماذا يثمر فعل المباح، وكذلك المكروه والحرام. وقلنا هذه التعاريف وهي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذه كلها تعاريف بإيش؟ بالثمرة. بالثمرة يعني بعد فعلك هذا الحكم تأتي هذه الثمرة، والتعريف الذي يكون عند فعلك الحكم ما هو، أو قبل فعلك الحكم ما هو. يعني حينما تقرأ في كتب الأصول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا متى؟ هذا بعد فعلك للواجب، ماذا يثمر فعلك للواجب. لكن قبل أن تفعل أنت تريد أن تعرف ما هو الواجب قبل أن أفعله، ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم، فإن لم يكن على سبيل الجزم كان المستحب، وما طلب الشارع تركه على سبيل الجزم هو الحرام، فإن لم يكن على سبيل الجزم هو المكروه، وما اقتضى فعله وتركه على السواء إلا بالنية هو المباح. نأتي للحكم الوضعي. الحكم الوضعي كثير كثير. الحكم الوضعي هو الصحيح والفاسد وماذا؟ الشرط والمانع والسبب والأداء والقضاء والإعادة، هذه كلها أحكام تكليفية، الصحيح والفاسد والسبب والمانع والشرط والأداء والقضاء والإعادة وإيش كمان؟ والرخصة والعزيمة. والرخصة والعزيمة، هنا ذكر الصحيح والفاسد، ذكر الصحيح والفاسد فقط، ذكر الصحيح والفاسد. طيب ما تعريف الصحيح؟ تعريف الصحيح هو موافقة ذي الوجهين الشرع. الصحيح موافقة ذي الوجهين الشرع، موافقة ذي الوجهين الشرع.
والفاسد مخالفة ذي الوجهين الشرع. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أي شيء إما أن تفعله موافقا للشرع أو مخالفا للشرع. الشيء هذا إذا فعلته موافقا للشرع فيسمى صحيحا، إذا فعلته مخالفا للشرع يسمى فاسدا. أي شيء عندنا، شرب الماء، شرب الماء إن كان بعد الزوال في رمضان، هذا الفعل وافق الشرع أم خالفه؟ ها؟ بعد الغروب وليس بعد الزوال. بعد غروب الشمس في رمضان، شرب الماء موافق للشرع أم غير موافق للشرع؟ إذن يكون صحيحا. بعد الزوال، شرب الماء في رمضان موافق للشرع أو مخالف للشرع؟ إذن يسمى فاسد. يعني هذا يصح أن يكون له وجهين، وجه صحيح ووجه فاسد. ذي الوجهين لابد أن يكون يحتمل الوجهان. لماذا؟ لأن التوحيد هل يحتمل أن يكون فاسدا ويحتمل أن يكون صحيحا؟ لا، التوحيد لا يحتمل إلا أن يكون وجها واحدا فقط. الشرك هل يحتمل أن يكون في وجه صحيح وفي وجه غير صحيح؟ لا، هذا وجه واحد فاسد مطلقا. الشيء الذي يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون غير صحيح هذا يسمى ذي الوجهين. موافقة ذي الوجهين الشرع يسمى صحيح، مخالفة ذي الوجهين الشرع يسمى فاسد. واضح؟ في تعريف آخر ذكره قال: وإن يكن الحكم حال وقوعه على الشروط المعتبرة فيه شرعا وهي التي لا بد منه فدخل الأركان اشتمل فنافذ صح، أي فهو نافذ صحيح عقدا كان أو عبادة. هو يقول أن الصحيح ما ترتب عليه النفوذ وترتبت آثاره، الصحيح ما نفذ وترتبت آثاره، الصحيح ما نفذ وترتبت آثاره، هذا هو ما قالهم. عندنا عقد تم بشروطه وأركانه ووافق الشرع في كل مطلوبه، سواء كان في السلعة والعوض أو في البائع والمشتري أو في الصيغة، كلها جاءت على وفق الشرع، فيقال نفذ هذا العقد وترتب آثاره. ما هو ترتب الأثر؟ أن هذا يقبض المال ويتصرف به، وذاك يقبض السلعة ويتصرف بها، تترتب الآثار الصحيحة عليه شرعا فهذا يسمى صحيح. طيب، إن لم تترتب الآثار الصحيحة، كأن يكون أحد العوضين نجس، فهنا يسمى فاسد، لا تترتب الآثار عليه. واضح؟ وتعريف الأصح هو موافقة ذي الوجهين الشرع يسمى الصحيح، ومخالفة ذي الوجهين الشرع يسمى الفاسد. طيب، قال: فإذا صح العقد ترتب على صحته آثاره، كالملك يترتب على صحة البيع. يعني الملك مترتب على صحة البيع، فإذا كان البيع صحيحا كان الملك أثرا لهذا البيع. وإذا صحت العبادة سقط التعبد، وإذا صحت العبادة سقط التعبد. في العبادة اختلفوا، قالوا إذا صحت العبادة، إذا فعلت العبادة هل يسقط التعبد أم يسقط القضاء؟ الفقهاء قالوا سقوط القضاء، والأصوليون قالوا سقوط التعبد. ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه إذا قام المكلف بعمل في ظنه صحيح، وهو
صلى صلى ونسي أنه متوضئ، نسي أنه متوضئ. عند الأصوليين سقط التعبد، سقط التعبد. عند الفقهاء لا، لم يسقط سقوط، لم يسقط وجوب القضاء، لأنه فعلها غلطا. واضح الفرق؟ عند الأصوليين يسقط التعبد، وعند الفقهاء سقوط القضاء، لأنه الفقهاء قالوا لا، هنا فعل المكلف الفعل ولكنه لم يسقط عليه القضاء، فهو مطالب بالقضاء. طيب، وإلا بطل بألف الإطلاق ويرادفه الفاسد. عندنا الباطل والفاسد، الجمهور على عدم الفرق بين الباطل والفاسد، فالباطل هو الفاسد. الأحناف فرقوا، الأحناف فرقوا. ما هو الفرق؟ الفرق أن الأحناف قالوا الباطل ما كان في أصله غير موافق للشرع، لا يمكن تصحيحه، لا يمكن تصحيحه في أصله غير موافق للشرع، والفاسد ما كان في وصفه غير موافق للشرع. الباطل ما كان في أصله غير موافق للشرع، يعني لا يمكن تصحيحه. الفاسد ما كان بوصفه غير موافق للشرع، يعني أصله موافق للشرع لكن دخلت عليه أوصاف جعلته غير موافق للشرع، يمكن تصحيحه. الباطل لا يمكن تصحيحه، والفاسد يمكن تصحيحه. بالمثال يتضح المقال. انظروا البيع، البيع. اشترى لحم خنزير بالدم، اشترى لحم خنزير بالدم. عندنا الخنزير، هل يصح بيعه وشراؤه؟ لا يصح، لنجاسته، نجس. هل يمكن تطهير لحم الخنزير؟ ها؟ يمكن تطهيره بالدبغ؟ لا يمكن، لحم الخنزير نجاسة عينية، الدم نجس. فعندنا أحد كلا العوضين، البدل والمبدل، عندنا مثلا المشترى اللحم والعوض هو الدم، فهذا نجس من أصله غير موافق للشرع، عقد باطل، باطل من أصله، لأن أحد الأركان، أحد الأركان مخالف تماما للشرع ولا يمكن تصحيحه، فهذا يسمى باطل من أصله. الفاسد، لاحظوا، اشترى الذهب بالذهب، ذهب قديم بذهب جديد، ذهب قديم بذهب جديد، ماذا يشترط فيه؟ الحلول والتماثل والتقابض، أن يكون حالين في مجلس العقد، وأن يكون متماثلين في الوزن، ويكون متقابضين سواء كان قديما أو جديدا. لكنه اشترى ذهبا قديما مع قليل من الثياب بذهب جديد، هنا يصح ايش؟ في ايش؟ في تفاضل، في زيادة، أليس كذلك؟ فقالوا هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يمكن تصحيحه، يمكن إخراج الملابس الثياب من العقد فيصبح العقد ايش؟ صحيح. فهمتم؟ لأنه حصلت زيادة، فالزيادة هذه يمكن إخراجها من العقد فيحصل التماثل ويصبح العقد ايش؟ صحيح. قبله يكون فاسد، يكون فاسد لأن وصفا طرأ عليه وهي الزيادة. فهمتم الفرق بين الفاسد والباطل؟ الباطل من أصله غير موافق للشرع لا يصح، الفاسد دخلت عليه أوصاف جعلته غير موافق للشرع كالزيادة في المبيع. هذا هو الفرق الذي هو عند الأحناف، واضح؟ ثم قال العلم والجهل. وذكرنا في الدرس السابق
السبب والمانع والشرط أنها اجتمعت في الزكاة عند المالكية، وأن الدين مانع من وجوب الزكاة عندهم، الدين مانع، والحول ماذا؟ شرط في وجوب الزكاة، تمام؟ الدين مانع والحول شرط والنصاب سبب في وجوب الزكاة. ثم قال: العلم والجهل. قال: تصور المعلوم فيما هو به علم، وإلا فهو جهل فانتبه. لا يحتاج كتابة.
طيب هذا العلم باعتبار ما يتعلق به وباعتبار الطريق الموصل إليه ينقسم إلى ضروري ونظري. هذا إدراك وهذا إدراك، التصور يكون في الذهن، التصور يكون في الذهن بلا حكم، إدراك بلا حكم، إدراك بحكم. أقول لك زيد، زيد من الناس، أنت تتصور إنسان في رأسك، شيء مطلق، كتاب، تتصور كتاباً في رأسك. مجرد التصور أن تأتي الصورة في رأسك نار، أقول لك نار، كل إنسان منكم يتصور صورة نار، هذا يتصور النار التي يشعلها في بيته، هذا يتصور النار التي اشتعلت في الشارع، هذا يتصور النار التي هي من الشمس، واضح؟ مختلفة. مجرد التصور إدراك بلا حكم، التصديق هو
حضور هذا الشيء في الخارج، حضور هذا الشيء في الخارج مع الحكم. ما هي النار؟ هذه النار بمعنى إيش؟ يقولون الوجود، الوجودات أربعة: وجود ذهني، ووجود لساني، ووجود كتبي، ووجود خارجي. الوجود الذهني واللساني والكتبي وجود مجازي. وجود إيش؟ مجازي. أنا لو أقول لك تصور النار، كل واحد يتفكر في النار، تفكرتم، هل احترق رأسكم؟ احترق رأسك؟ ما احترق، هذا يدل على أنه وجود مجازي. انطق كلمة النار، نطقتها وما احترق لساني. اكتب كلمة النار، كتبتها وما احترق الدفتر. لكن كون النار موجودة أمامي هنا، هنا هذا الوجود الحقيقي يسمى، هذا الوجود الحقيقي، هذا هو التصديق. الإدراك هذا الإدراك هو إيش؟ هو بلوغ النفس، بلوغ النفس المعنى بتمامه. الإدراك بلوغ النفس المعنى بتمامه. إن لم يكن بتمامه كان شعوراً. إن بلغت النفس الشيء لا بتمامه يسمى شعور. فإن بلغت المعنى لا بتمامه سمي إيش؟ شعوراً. طيب، حينما أقول لك زيد قائم، إدراك هذا إيش؟ مبتدأ، أليس كذلك؟ وهذا خبر، هذا يسمى محمول، وهذا يسمى موضوع. إدراك الموضوع منفرداً يسمى تصور، إدراك المحمول منفرداً يسمى تصور. النسبة الذهنية، الذهنية بين الموضوع والمحمول يسمى تصور. التحقق أن زيد قائم في الخارج يسمى تصديق. يعني إدراك الموضوع منفردا ماذا يسمى؟ ها؟ تصور. إدراك المحمول منفردا ايش يسمى؟ تصور. النسبة او العلاقة بين الموضوع والمحمول، العلاقة بينهما في الذهن ايش يسمى؟ تصور. متى يسمى تصديق؟ انا اقول زيد قائم، زيد غير قائم، حينما يكون في الواقع. إدراك بحكم، أنا أحكم على زيد بأنه قاعد، أحكم على زيد بأنه قائم، هذا يسمى تصديق، هذا يسمى تصديق. هنا أكتب الإدراك الخارجي يسمى تصديق. طيب، هذا العلم أيضا ينقسم إلى ضروري ونظري، ينقسم إلى ضروري ونظري. الضروري هذا يسمى العلم الضروري، ويسمى المبادئ الأولية، ويسمى المبادئ الفطرية، ويسمى المبادئ العقلية. أمسح ماذا؟ أمسح هنا؟ أولاً أريد أمسح العرق.
بعد الأمصار. العلم الضروري لا يمكن تغييره، علم ضروري لا يمكن تغييره ولا دفعه. وإذا اختل هذا، وإذا اختل هذا من الإنسان سقطت المعرفة، وتحول الإنسان إلى إنسان سفسطائي متشكك، كل شيء غير قابل للثبات. إيش هذا؟ يقول لك ممكن تكون مروحة وممكن تكون طائرة، محتمل. أنت كيف تجزم؟ واضح؟ هذا العلم الضروري يحصل بالحواس وبالتواتر، يحصل بإيش؟ بالحواس والتواتر. العلم النظري، العلم النظري هو الذي ينبني على مقدمات واستدلال، على مقدمات واستدلال. تقول مثلا مثلا 1500 قسمة مثلاً 3، تحتاج إيش؟ إلى بحث واستدلال حتى تثبتهم. لكن يقول لك إنسان 1+1=3، تدفعه مباشرة، لأن هذا علم ضروري، عدم التناقض. مبدأ عدم التناقض، مبدأ الأسباب. يقول لك هذا الكون وجد بغير سبب، غير مستحيل هذا الكلام، مستحيل، هذا يخالف المبادئ. العلم الضروري يخالف المبادئ الأولية، هذا لا يمكن التشكيك فيه. والتشكيك فيه يعني 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 يصلك إلى الكفر. وهذه العلوم الضرورية لا بد، هذه العلوم النظرية لا بد أن تنتهي إلى العلوم الضرورية، لا بد، وإلا ما انتهت السلسلة. ما الذي يلزم؟ يلزم عليه الدور والتسلسل، يلزم عليه إيش؟ الدور والتسلسل. إيش يعني الدور؟ الدور ترتب الشيء الذي هو مترتب عليه. باء ما سببها؟ ألف. ألف ما سببها؟ باء. ترتب الشيء على الذي هو مترتب عليه. الإنسان حيوان ناطق. ما هو حيوان ناطق؟ الإنسان. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. دور لن تنتهي. التسلسل ترتب الشيء على غيره، وهذا الشيء مترتب على غيره. لاحظوا مثلاً في الأسباب، في الأسباب. لو قيل مثلا لشخص جيب ماء، جيب ماء، أحضر ماء،
قلت له أحضر ماء. قال أنا لا أستطيع أن أحضر الماء حتى أستأذن من أخي. فقال لأخيه هل تأذن لي؟ قال لا أستطيع أن أأذن لك حتى أستأذن من أبي. فقال لأبيه هل تأذن؟ قال لا أستطيع أن أأذن حتى أستأذن من جدي. استمر كل واحد يستأذن من الذي قبله. لو استمرينا متسلسلين إلى لا نهاية، هل سيأتيني الماء؟ ها؟ لن يأتي، هذا هو التسلسل. لكن لو شخص أصدر الأمر، هل سيأتي الماء؟ ها؟ إذا شخص من هذه السلسلة أصدر قال جيب أعطيه الماء ثم تتابع، هل سيأتي الماء إليه أم لم يأتي؟ سيأتي. مجيء الماء يدل على إيش؟ على توقف السلسلة. مجيء الماء يدل على توقف السلسلة. ماذا نستفيد من العلوم الضرورية؟ كل المعارف البشرية تقوم على العلوم الضرورية. لا يمكن أن نبحث فيها في الكون وأسبابه والنظريات وكلها إلا أن توجد لنا معارف ضرورية. تشكيك في المعارف الضرورية تشكيك في العقل، تشكيك في المعرفة كلها. واضح؟ يعني حتى البحث في الأسباب، حتى الذين ينكرون مثلا هذه المعارف الضرورية، موجود من ينكر هذه المعارف، موجود إلى اليوم. كونه ينكر المعارف الضرورية ثم يبحث في الأسباب، ليش تبحث في الأسباب؟ ليش تبحث في الكون؟ قال ربما أريد أبحث ما سبب حدوث الزلزال، ما سبب حدوث الفيضان. هذا ينطلق من إيش؟ ينطلق في نفسه أن يوجد سبب. لأن لو قلنا أنه لا توجد معرفة ضرورية، ممكن يكون هذا الكون صدفة جاء، ممكن هذا السبب، هذا الانفجار الذي حدث يمكن يكون صدفة، فليش تبحث؟ فهو يبحث منطلق إيش؟ منطلق من اعتقاده أن هناك مبدأ اسمه مبدأ الأسباب. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام جيد، اكتبوه. يقول البرهان الذي ينال بالنظر، البرهان الذي ينال بالنظر بالعلوم النظرية، بالنظر فيه لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية. البرهان الذي ينال بالنظر فيه لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية، لا بد. فإن كل علم ليس بضروري، إيش مقصوده؟ العلم النظري. فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري. فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري، إذ المقدمات النظرية، العلم النظري قائم على إيش؟ البحث والاستدلال، قائم على النظر. إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية أخرى، يعني لو أثبتت هذه المقدمات النظرية بمقدمات نظرية، يأتي شخص آخر يقول لك طب هذه المقدمات النظرية بماذا ثبتت؟ بمقدمات نظرية. طيب تلك بماذا ثبتت؟ بمقدمات نظرية. يصير تسلسل، فهمتم؟ يصير تسلسل. إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات النظرية دائما لزم الدور والتسلسل. واضح؟ لهذا نحن كمسلمين نقول أن المعرفة قائمة على العلم الضروري والعلم النظري. لا توجد معرفة ضرورية كاملة ولا توجد معرفة نظرية كاملة، لا بد أن نتزن. طيب، قال التصور المعلوم، تابعوا.
قال تصور المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، إدراك ما من شأنه أن يعلم فيما هو به، أي في حالته التي هو عليها في الواقع، بأن يتصور الشيء أو يحكم به حكما جازما لا يقبل التغيير، علم، علم أي هو إدراك الشيء إدراكا جازما لا يقبل التغيير، إدراك الشيء إدراكا جازما لا يقبل التغيير، كإدراكنا أن العالم حادث، فإن قبل التغيير فهو اعتقاد. يعني لاحظوا، الاعتقاد إدراك جازم، والعلم إدراك جازم، الاعتقاد إدراك جازم والعلم إدراك جازم. العلم لا يقبل التغيير، الاعتقاد يقبل التغيير. انتهينا؟ فإن طابق الواقع هذا العلم، إن طابق الواقع يسمى علما، يسمى علم صحيح، وإلا ففاسد، ويعبر عنه بالغي وصاحبه غاو، غاو. قوله وإلا أي وإلا فهو جهل، أي وإن لم يدرك الشيء على ما هو به فهو جهل. عدم الإدراك جهل، عدم الإدراك جهل بسيط. عدم الإدراك مع الحكم المخالف للواقع يسمى جهلا مركبا، وذلك يشمل معنيين: أحدهما عدم تصور الشيء أصلا، عدم تصور الشيء أصلا كعدم علمنا بما في الأراضين وما في البحار، والثاني إدراكه على خلاف ما هو عليه، إدراكه على خلاف ما هو عليه، إدراكه على خلاف ما هو عليه، هذا يسمى الجهل المركب. وقلنا اختلفوا هل يسمى هذا عدمي أم وجودي. المناطق قالوا وجودي لأنه في إدراك وإن خالف الواقع، قال إدراك أليس كذلك؟ قال إدراك، قالوا إذن هو شيء موجود. الأصوليين قالوا لا، صحيح أنه إدراك لكنه مخالف للواقع فهو عدم لاغٍ لا يعتبر، كإدراك الفلاسفة أن العالم قديم، كإدراك الفلاسفة أن العالم قديم، فكل منهما يسمى جهلاً. فبعضهم يطلقه على الأول يعني الجهل البسيط، وبعضهم يطلقه على الثاني، والمعروف إطلاقه عليهما، فيسمى الأول جهلاً بسيطاً ويسمى الثاني مركباً، لتركب الخطأ، لتركب جهله بالخطأ في الإدراك على جهله بعد جهله، يعني كأنه جهلان، عدم العلم ومخالفة الواقع. فهو ناشئ عن اعتقاد فاسد فيسمى جهلا. فانتبه تتم للبيت، وإعلام بأن العلم لا يحصل إلا لمن تنبه له، أي استيقظ من نوم الغفلة، أي اعرف الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري والجهل البسيط والجهل المركب. قال والعلم إن لم يفتقر إلى نظر ضروري، والعلم إن لم يفتقر إلى نظر ضروري كما بسمع وبصر بالحواس، كما بسمع وبصر، وكذلك بالتواتر، بالتواتر هذا علم ضروري يحصل. واحد يقول الحرب العالمية الأولى ما قامت، كيف الناس هذا بشيء بالتواتر منقول لا يمكن تكذيبه. شخص ما ذهب مكة يقول مكة غير موجودة، هذا الناس يكذبون، كلهم يكذبون. شخص ثالث يقول هذا زمن الصحابة ما كان موجود، هذه كلها قصص. نقول هذا تواتر يعني لا يمكن تكذيبه، يعني حتى لو الكافر قال به فيصدق، لأن الناس يستحيل عقلا أن يجتمع الناس كلهم الأمم هذه كلها على هذه الكذبة، هذا يسمى التواتر، صعب لا يمكن دفعه. قال وغيره مكتسب، والنظر في كل مطلوب هو التفكر. والآن عرف النظر، النظر له تعريفان، النظر له تعريفان،
الثاني حركة النفس. حركة النفس ثم نظر. حركة النفس إن كانت في المعقولة حركة النفس في المعقولة فإن كانت في المحسوسات فيها تخييل. سمي تخييل. هل تعرفان دائماً يعني تذكر في الكتب؟ النظر